السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحطة الثالثة في رحلة البوسنة في يونيو عام 1992 كانت في البحرين. كانت من أمتع المحطات أو الرحلات لرفع الوعي على القضية البوسنوية. وكنا نتخيل البحرين بلد صغيرة، لكن طلع أن أهلها بسم الله ما شاء الله ناس خيرين جدا، وشبابها نشاطين نشاط غير عادي، وكان برنامجنا مكثف 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 لدرجة لا تستطيع أن تتخيلها. ونزلنا في مدينة طبعا اللي هو المنامة عاصمة البحرين، أنا والشيخ كنا في ضيافة الدولة طبعا، وكنا في ضيافة جمعية الإصلاح اللي كان رئيسها أحد اللي هو أقارب الشيخ عيسى رحمة الله عليه في ذلك الوقت. في هذه الضيافة استطعنا نعمل برنامج مكثف جدا 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 في التلفزيون وفي الإذاعة وبين العائلات زي ما احنا قلنا اتكلمنا قبل كده كذلك، وفي الأماكن العامة كذلك ومع التجار. وحصل لقاء مع سمو الشيخ عيسى رحمة الله عليه وجزاه الله خير، أعطانا ساعات ذهب أنا ما كنتش عارف أعمل بيها إيه، فدخلتها في المزاد واتباعت حوالي ب6000 درهم أو 6000 بعد كده هو 6000 ريال في قطر لما بعتها، لأنه ما كنتش عارف طبعا ومش حبس حاجة أنا ذهب إلى آخره. وكذلك أعطى نفس الموضوع للشيخ صالح جولاكوفيتش جزاه الله خير في هذه الضيافة الكريمة من الشيخ عيسى رحمة الله عليه. وقابلنا كذلك اللي هو وزير الأوقاف اللي عمل منحة للبوسنة وراحت للشيخ مباشرة، يعني مش فاكر يعني 150 ألف دولار في ذلك الوقت. يعني كان برنامجنا في البحرين مكثف مكثف من الساعة 9 صباحا إلى الساعة يعني 10 و11 مساء ليلة. احنا كنا نروح البيوت العائلات الكبرى نجلس مع الأهالي ونجلس مع التجار ونجلس مع المنتديات، كنت معهم من المجالس بتاعتهم، وده كان شيء متعارف عليه في الخليج، وكان الناس كرماء بطريقة غير عادية. وبعد ما كنا متخوفين من زيارة البحرين ومش هكون فيها برنامج، طلعت ان البحرين بسم الله ما شاء الله يعني الطب، يعني البحرين وبعدين قطر، وطبعا في بريطانيا كان فيها يعني لها نكهة معينة، وبعدين قطر لها نكهة أخرى، والبحرين لها نكهة ثالثة. بعد البحرين انتقلنا إلى الإمارات، وكنا في ضيافة برضك بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية، لجنة الإغاثة الإسلامية، وكذلك اللي هو هيئة أبو ظبي اللي كان موجودة في أبو ظبي. واستطعنا أن احنا نقابل رئيس الديوان الأميري اللي موجود في أبو ظبي، وعرضنا عليهم القضية بتاعت البوسنة، وتفاعلوا الناس معها في ذلك الوقت جزاهم الله خير. وأنا موجود هناك في البحرين بعد تلغراف لسمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر رحمة الله عليه، أن احنا جاي معايا شيخ البوسنة وكذا 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 وكذا. فجاءنا الرد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله مباشرة، أن احنا بنستقبلكم في اليوم الفلاني في المكان الفلاني إلى آخره. وحدث كلمني أحد الكبار رجال أعمال من الكويت يقول لي إن شاء الله توصلوا عندنا ونقابلكم كذلك. وإحنا في الإمارات كنت طبعاً أنا وأنا مسافر أنا والشيخ، أنا طبعاً ما كنتش بلبس بدل ساعتها. فأحد الشباب اللي كانوا موجودين معانا قالوا شوف أنت هتروح الكويت ما ينفعش تروحهم بالقميص والبنطلون اللي أنت لابسه ده والمخلة اللي أنت شايلها في إيدك دي. فكان في واحد مديني هدية من الإمارات للبشتر بسوق ده، فقال انا هشتري منك وفي ثمنه تشتري لك ايه بدلتين تلبسهم عشان تخش ايه على الناس، لان الكويت ما ينفعش تروح عندهم بمنظرك اللي هو ايه قميص وبنطلون الى اخره. فعلا عملنا كده واشتريت بدلتين صيفيتين ورحنا بعد كده هو. وبعد ما خلصنا الزياره في البحرين وفي الامارات دهنا على الكويت. في الكويت طبعا كنا في ضيافه سمو رحمه الله عليه الشيخ سعد العبد الله اللي هو سمو ولي العهد، واحنا قاعدين طبعا جايين درجه ايكونومي اللي هي الدرجه العاديه يعني، وقاعدين وانا لابس بردك يعني اللي هو شايل الشيره بتاعتي البلدي كده يعني زي ايه
تلاقي فلاح وغشيم واخد بالك. واحنا نازلين لقينا باب الطياره بيتفتح والمراسم موجوده على باب الطياره وبيندهوا علينا. متخيلين بقى احنا قاعدين في درجه اولى وقاعدين في درجه بيزنس. وطبعا احنا خرجنا من الدرجه الاقتصاديه معاهم وانا شايل في ايدي شنطه بلاستيك. الشنطه بلاستيك كان فيها ايه؟ كان فيها سجاده اللي اخدتها من مسجد من احد المساجد في البوسنه اللي اتهدمت، وخدت فيها جزء من نجفه كده عشان تكون معايا اوريها للناس ازاي اتهدمت المساجد الى اخره الى اخره. نزلنا طبعا المراسم قبلونا استقبال رسمي وكبار رجال الاعمال كانوا منتظريننا في المطار الى اخره، وحطونا في وفد يعني زي مش وفد يعني ايه يعني عملوا لنا موكب بالموتوسيكلات الى اخره لغايه ما وصلنا الاوتيل اللي احنا كنا هننزل فيه. طبعا انا كنت قاعد في الاوتيل في العربيه، ما اعرفش كانت رولز رويس ولا كانت ايه يعني، ومع الشيخ ومع احد كبار رجال اعمال الله يرحمه اسمه ابو بدر اللي هو عبد الله المطوع. ورحنا هناك الفندق، وفي الفندق بدانا نعمل برنامج بتاعنا ونكلم الناس ونلتقي الجمعيات. وطبعا في الكويت كان في جمعيات كثيره بدات العمل هناك جزاهم الله خير، فكان هم اكثر تنظيما في هذا الامر، وكانوا بعتوا اموال كثيره جدا 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 للبوسنه. واحنا طبعا بعضهم كان يعرف شيخ البوسنه وبعضهم ما كانش يعرف شيخ البوسنه، وفي الاخر اتقابلنا مع سمو ولي العهد الشيخ سعد عبد الله رحمه الله عليه. وكان سمو ولي العهد رحمه الله عليه يعني اغلب العرب ما كانوش يعرفوا البوسنه فين او الى اخره، فجاب وزير الاوقاف عشان يعمل له ايه تلخيص لقضيه البوسنه قبل احنا ما نخش. وطبعا عملنا مجهود كبير جدا في هذه الرحله ما بين بريطانيا بعدين قطر وبعدين البحرين وبعدين الامارات وبعدين بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الكويت، ومن هناك ننتقل بكم الى القاهره في اخر محطه في الرحله الست اسابيع او السبع اسابيع. نراكم في المحطه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.